بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل المحاضره دي، هنكمل بعض الدوال. المحاضره اللي قبل دي اتكلمنا على الدوال المغلقه، خلاص النهارده هنتكلم على بعض الدوال برضو اللي هي التكرار، ازاحه نقطه الصفر، العكس او التكبير والتصغير. يعني دول الاربعه مهمين عندنا في العمليه سي ان سي. دول هنبدا نشوف. اول حاجه عندنا في، يعني انا مثلا عمليه التكرار، عمليه التكرار يعني ادي الشكل اهوت، ممكن اعمل له عمليه تكرار هنا، بس هنا طبعا تكرار بعمليه تصغير، هنا برضو تكرار بالتصغير، يعني برجعه هنا التصغير، هنا تكرار اهو، هنا تكرار، دي تكرار. طيب داله التكرار دي اللي هي جي 14. في دالة تصغير وفي دالة تكبير. طب تعال نشوف ازاي دالة او عملية التكرار او عملية القفز او التكرار زي ما بنسميه بتبقى عندي ايه؟ جي 14. طبعا انت عارف ان انا عندي كل الدوال اللي هي جي دي كلها دوال بتعمل لي اوبريشن، لكن الام زي ما احنا عارفين دي دوال اللي هي بالنسبة لي الكونديشنز او الشروط اللي انا عندي، اللي هي التغذية، سرعة القطع، الكلام ده كله، زائد تغيير الطول، الحاجات دي كلها دي دوال اللي هي ام، عشان كده احنا بنقول جي ام كود. طيب هنا لما اجي اقول ايه الداله دي مثلا بتديني، ادي جي عدد مرات التكرار اهوت، ان بدايه التكرار، ان واحد، ان اتنين نهايه التكرار. يعني ايه ان واحد وان اتنين؟ انا عندي لما باجي بعمل اهو، لو انا جيت بصيت اهو الشكل اللي قدامي ده اهوت، او احنا بصينا له، انا عاوز اعمل له تكرار. طيب انا ادي الشكل اهو، بادئ من هنا اهو، احداثيات عندي نقطه الصفر اهيت، وعاوز اعمل تكرار للشكل ده مره واحده، خلاص يبقى انا بكرره مره واحده، خلاص يبقى مفيش مشكله عندي. طيب اما نيجي نبص للمثال اللي قدامي ده، تكرار ايه؟ تكرار الخطوات، يعني هو ما هو نفسه انا بشغله، بعمل له اهو، بعمل له عمليه الماشيننج عادي خالص، وادي له الاوبريشنز بتاعتي، وادي له كل الاوردرز اللي هيشتغلها اهيت، بعد كده اكرر الحاجات اللي انا عملتها، يعني معناها ان انا بكرر الشكل تاني، عشان اكرر الشكل تاني فبدي له عدد الخطوات، يعني هنا مثلا كاتب من ان واحد من 7 ل 18، معناها ايه؟ ان انا هكرر الخطوه من 7 ل 18. بس فين بقى؟ ان انا بنقل له المحاور، يعني ببدا اقول له كررها عند النقط كذا وكذا وكذا اهو، هنيجي نبص نشوفها ازاي بيكررها عندي، او بقول له كرر دي من 7 ل 18 عند الاحداثيات اللي انا بديها له، يعني بدي له احداثيات، بقول له من الاحداثيات دي ابدا كرر الخطوه بتاعت دي. عشان كده لازم اكون عارف عدد المرات او عدد الخطوات اللي هيعملها، وابقى عارف الاحداثيات اللي هيروح لها تاني ماشي. طيب تعال نبص نمشي مع بعض كده واحده واحده في التمرين اللي قدامي ده. التمرين اللي قدامي ده انا هعمل الاول الشكل ده، الشكل اللي ظاهر قدامي ده، احداثيات 0 0، وبعدين عندي مديني الابعاد اهو، كل الابعاد، ادي ابعاد اكس وابعاد واي، ومديني ابعادها خلاص، ومديني العمق او السمك بتاعي مديهولي 20. طيب تعال نشوف ازاي هنبدا كلام. اول حاجه ببدا طبعا احدد المستوى اللي انا هشتغل فيه، بقول له جي 17 زي ما احنا متعودين، وممكن في نفس الخطوه طبعا ادي له الاس، وادي له التي 1 اللي هو بيغير الطول، وابدا ادي له اذا كان في تزييد او ما فيش تزييد. طيب بحط الجي 54، 54 ده هو عباره عن ايه؟ ان هو بيرجع لي الشكل او الاطار الخارجي اللي انا بشتغل فيه، خلاص؟ زي بعد كده ببدا احط النافذه او الويندوز اللي بشتغل فيها اللي هي الجي 98. جي 98 بيبدا اهو باكس، يعني بيبقى عندي اكس بناقص 10، واي بناقص 10، زد بناقص 20، ده الويندوز اللي داخلها الشغله نفسها، خلاص؟ طيب ومديني الاي والجي والكي بتاعت الاحداثيات بتاعتي. طيب بعد كده الجي 99 بيروح جاي بقى رايح فين؟ عند الزيرو بقى، اكس بزيرو واي بزيرو وزد بناقص 20، يعني اهو جه هنا ونزل تحت بالناقص 20 اللي هو السمك اللي انا عاوزه، خلاص؟ وقال ادي ام 3 انه بيدور اتجاه دوران الطول، هي ام 03 طبعا، هو انا مش حاطط الزيرو، لكن هي ام 03. طيب بعد كده بيقول جي 91، من جي 91 ده معناه ان انا شغال ايه؟ انكريمنتال، يبقى انا كده الابعاد عندي انكريمنتال. طيب يبدا يقول لي جي 001، زد بناقص 7، هينزل ناقص 7 لان هو عاوز ناقص 7، خلاص، ومديني التغذيه اف. طيب
هنا نزل، طالما نزل تحت يعني الطول شغاله من تحت اللي هي جي 43 خلاص. وقال لي ان واي اهيت، انا شغال انكريمنتال، وقال لي ان واي ب10 خلاص. هاجي اهو هنا اهو اهو هيجي عند واي ب10 اهي خلاص اهي عند هنا اهوت واي خلاص. طيب شغال. بعد كده قال الجي 42 هيبدا يحرك في الاتجاه اكس اهي 42 اكس ب50 اهو، هيبقى هيجي في النقطه دي اهي. خلي بالك شايف جه فين اهو عند اكس اهوت، لانه هياخدها انكريمنتال يبقى اكس اهي، وواي بناقص 45. طيب اهو يبقى هيجي هنا اهي، هو جه هنا خلاص، هو هيجي في النقطه دي. بعد كده اقول واي بناقص 45 هينزل، واي واي كده هتنزل بناقص 45، اكس بناقص 30 هيرجع في الاتجاه العكسي اهو، اكس هتبقى كده اهي، اكس اهو هو هيجي كده وبعدين هيجي كده، ادي اكس بناقص 30 وواي بكام؟ ب20 هيطلع فوق تاني اهو. لو انت بصيت من هنا اهو ادي ال 10 وادي ال 30، يبقى واي كده انا شغال انكريمنتال، يبقى ادي ال 20، يبقى ادي كده اهو جه في النقطه دي. بعد كده اكس بناقص 40 اهي خلاص، لو انت بصيت لها هنا اهوت هبص الاقي ادي ال 75 35 يبقى جه هنا، وواي بناقص 20 خلاص اهو، هو واخد من هنا لهنا اهو بينزل اهو، ادي الواي 30 و10 يبقى ناقص 20. بعد كده اكس ب40 هيجي اكس ب40 خلاص هيرجع تاني للنقطه بتاعتي اللي هي هنا، لانه هيجي من هنا لانها انكريمنتال هيجي في النقطه دي تاني، يبقى انا خدت الاكس بتاعتي اهو، لان انا اكس كانت هنا فاكس هيجيبها هنا بقت ب40. يبقى انا كده عملت التجويف ده. بعد ما عملت التجويف ده انا عاوز اكرره هنا، عشان اكرره هنا قبل ما اعمل اكرر لازم بقفل الجي 43 والجي 42، لازم اقفلهم عشان كده لازم اقول ان انا خلاص ما اقدرش خلاص. بعد كده ابدا اقول له ايه، جي 00 عند واي ب 45 وزد ب 7، فين واي ب 45 وزد ب 7 اهو، شوف هيرجع بقى هنا لان شغال انكريمنتال خلاص، يبقى معنى كده انه هيروح بسرعه عند واي 5 من هنا لهنا، عند واي ب 45 وزد ب 7، يعني هيطلع من النقطه دي للنقطه دي خلاص. بعد كده هيبدا اقول له ايه، جي 14، جي 14 كرر لي بقى، معناها كرر لي الخطوات، ما هو من هنا اهو من ان 1 من اهي ودي ان 2 من 7 ل 18، من 7 ل 18 فين 7؟ ادي 7 اهي، 18 اهي، معناها كده انه بيكرر الخطوات اللي عندي دي. يبقى انا كده عرفت ازاي عمليه التكرار، ان انا ببدا اعمل انقل خالص اشغل عادي خالص الخطوات اللي انا شغلتها من 7 ل 18، ابدا اقول له جي 14 انا مديله الاحداثيات اللي هيقع عندها الاول اهي 45 و7 لانه جه هنا ووقف اهوت، وبعد كده يعني اديته الواي انا شغال انكريمنتال خلي بالك خلاص، وبعد كده ان 1 ب 7 وان 2 ب 18 معناها ان انا بكرر من 7 ل 18 خلاص. عملها ابدا هرجع تاني شوف بقى عمل ايه، ادى جي 90 عشان يشتغل ابسليود، جي 90 وقال له ايه، ارجع بقى عند اكس ب 0 واي ب 0 تعالى هنا وزد ب 50 يعني يطلع فوق خالص يبقى بعد عندي خلاص. طيب وبعدين هنا الجي 53 دي معناها ايه، انه جه للنافذه بتاعتي خالص، رجع للاحداثيات بتاعت المكنه الاساسيه وقال له ام 30 يعني بطل البرنامج او اقفل البرنامج بتاعي خلاص. واضح ازاي بيعمل عمليه التكرار عندي. طيب نشوف حاجه ثانيه، لو انا عاوز اعمل ازاحه لنقطه الصفر بمعنى ايه، لو انا عندي اهوت مثلا نقطه الصفر في المنطقه هنا كده خلاص، وعاوز انقلها هنا، عاوز انقلها عند النقطه دي يعني هنا وهنقلها هنا. طيب عشان هنا وهنقلها هنا الاول لازم ابقى عارف الاحداثيات دي، فانا عندي المسافه ما بين الاثنين ده، لو انا بشتغل اهو جي 92 خلاص، اكس هنقلها اهو اكس ب 20 واي ب 10 اهي نقلتها هنا خلاص. طيب لو انا عاوز انقلها هنا اهو، هي هنا هنا وهنقلها هنا، اكس ب 25 اهوت وواي ب 15 اهي. طيب هنا الفرق بين دي وبين دي ايه؟ الفرق بين دي وبين دي ان دي انا بنسب لنقطه الاصل ان انا عندي دي ابسوليوت وعندي دي انكريمنتال يعني منتصف هنا، يعني لو انا قلت ان دي نقطه الاصل بس دي هنا يبقى انا شغال انكريمنتال. طيب لو انا عاوز انقل بميل بالزاويه اللي احنا بنسميه البولر خلاص او القطبيه او الاحداثيات القطبيه،
طيب ان انا بعمل بتدوير المحاور، يعني انا ممكن اقول اهو جي بي، احط زاويه الزاويه عندها اهي بقى الزاويه بي 1 اللي هي 27، والال اللي هي المسافه او طول اهو القطريه، القطر ده من النقطه دي للنقطه دي او من نقطه الاصل دي للنقطه دي اذا كنت عملت لها ازاحه بقول له ال كذا، يبقى اقول له جي 92 بي 1 ب 27 وال 1 ب 22. خلاص يبقى انا لو انا بشتغل هحولها لاحداثيات قطبيه، هي دي برضه نفس الطريقه جي 93. طب تعالى نشوف مثال على الكلام ده. هنا برضه نفس الفكره، يعني كنا بنتكلم على ان انا بزود او بعمل الاحداثيات عندي، اذا كنت بعمل الاحداثيات اهو دي انكريمنتال زي ما قلت 92، وانا عندي دي اهيت اذا كنت بشتغل من نقطه الاصل بولر، واذا كنت بشتغل هنا اهو بغير الزاويه بتاعتي او هنا بغير الزاويه بتاعتي، يعني الكلام اللي قلناه في مثال. تعال نشوف المثال اللي قدامي ده. المثال اللي قدامي ده فيه تكرار وفيه نقل نقطه الاصل، فيه الاثنين، يعني هنبدا نشوف الاثنين ده هيعملهم ازاي. في البدايه خالص خلاص هو حط جي 17 عادي لانه شغال في الاكس والواي، حط ال 98 اللي هي الاطار الخارجي اللي عندي بناقص وناقص، وحط الجي 99 لما قال لي ان اكس ب 0 واي ب 0 وزد بناقص 20، يعني معنى كده اهو جه هنا عند المنطقه اللي انا بشتغل عندها اهي النقطه دي. طيب هيقول اهو اكس ب 0 عند اكس جي 0 0، طبعا هو في 0 هنا ناقص 0 0، اكس 55 واي 45 اهي اهي، ادي اكس ب 55 وواي ب 45. طب هنا هو ما اداش بقى، انا هنا هشتغل ايه؟ هشتغل ابسليوت، يعني بس لازم احدد له، يعني هنا هنحس ان هو شغال هنا ابسليوت وبالتالي لازم اكون محددها، يعني دي اتنست تتحط هنا، لازم اقول له ان الجي عندي ب 90، جي 90. طيب خلاص هقول اهو جي 01 عمل ايه؟ عند جي 01 نزل بالزد ناقص 5، خلاص جه هنا نزل بناقص 5، وبعد كده قال له جي 43 عند واي ب 55، فين واي ب 55؟ اهي. واكس بكام؟ عند واي ب 55، وادى اكس بكام؟ اكس ب 55، اسف اكس ب 55، انا عندي اكس ب 45 اساسا 55 وواي ب 45، خلاص هو مديها لي اهي عند المنطقه دي اهي، يعني هنا حط النقطه اهي اهي عند النقطه دي اكس ب 55 واي ب 45، وراح جاي بقى بعد كده قال ايه جي 43 وهينزل اهو هي عند واي ب 55. طيب فين بقى عند واي ب 55؟ يعني معنى كده انه هيطلع تاني هنا اهي، ادي واي ب 55، هو كان هنا فهيجي هنا، طبعا هو حاطط التعويض بتاعه اللي هو جي 43، بعد كده هيبدا يتحرك عند كام بقى؟ عند اكس ب 105 اهو، اكس ب 105 اهي، عند اكس ب 105 وعند واي ب، انا جاي انا جي 42 فانا داخل اهو من الداخل مش جي 41 اهو من الداخل اهو خلاص، وواي بكام؟ ب 10 اهي، هينزل بقى هنا اهي، ادي الواي ب 10 اهي، يعني معنى كده اهي هيجي هنا وبعد كده هيمشي بالطريقه دي زي ما مشينا في المثال اللي قبل كده اهو، مشي كامل اهو خلاص، اهو مدي كل البيانات اللي عندي لحد ما وصل فين؟ اللي عندي اهو جي 40 قفل خلاص، لغى 43 و42. يبدا بعد كده اقول له، بيقول لي جي 92 واي ب 55، طيب فين جي 92 واي ب 55؟ طيب هيبدا فين عندي اهو، ادي جي واي ب 55، واي ب 55 يبقى معنى كده ان انا لازم يبقى واي عندي في المنطقه دي، ده خلاص جي 92 واي ب 55. جي 14 قال لي جي 14، طيب جي 14 فين بقى عندي جي 14؟ جي 14 من ان من 1 ل 18 اهي، خلاص دي 92 اهي، خلاص هو هينقل الاحداثيات بتاعتي او الاحداث الكارتيزيه عند واي ب 55، يعني هينقل النقطه ده اهي عند النقطه دي كده، ويبدا يكرر الخطوات دي تاني اهي، يبدا يكرر خلاص. طيب لما هيكررها عندي خلاص يبقى هنا كرر الخطوات اللي موجوده عندي هنا دي. طيب بعد كده هيبدا يخش 92 جي 14 من ان ب 5 لان ب 18 اهي، ان ب 5 اهي لحد ان كام؟ 18 ماشي، لا هي ان ب 17 لحد ان 17 خلاص، يعني دي مش هتتكرر الخطوه دي اساسا. بعد كده جي 93 عند اكس ب 120 اهي، اكس ب 120
وعنده واي ب 130 اهي، واي ب 130 جه عند النقطة دي، يعني نقل بقى خلاص تاني هنا اهوت عند دي، هو عمل تكرار للاتنين دول. بعد كده هيبدأ ينقلها الناحية دي، يعني هيبدأ ينقل هنا عند ايه، غير المحور اهو، ادي المحور بقى اكس هنا وواي هنا، لما هغير المحور هنا اكس هنا وواي هنا، يبقى هيبدأ يقول له كرر برضه اهوت اهو، كرر من 5 ل 17 اهي، هنا بقى كرر من 5 ل 17، يبقى انا كده بيكرر الخطوات اللي عملها هنا، هو الاول كرر دول وبعد كده نقل المحور تاني، يعني هو نقل هنا ورجع نقل هنا وبعد كده، طبعا انا ممكن انقل هنا على طول، ما هو نقل هنا على طول وبعدين نقل المحور هنا تاني وجاب دي، هيبدا تاني يفكر انه ينقل هنا عند بالزاويه الميل اهي، هيقول له بقى اهو عند جي 93 لانه كده شغال تزايد خلاص انكرمنت، لو عادي اكس ب 145 وواي ب 10 اهي، هي عند النقطه شايف فين، ادي الواي ب 10 اهي، ادي الواي ب 10 خلاص، ادي الواي ب 10 وادي الاكس ب 145 وزاويه الميل عندي 30، قال لي بي 30، شوف المحور اهو مايل اهو، يبقى معنى كده قال له اهو اكس بكذا بي بكذا، وقال له ان هنقل مره واحده اهو جي بواحد، عدد مرات الميول التكرار واحد، هنا التكرار كان مرتين لانه عمل هنا مرتين اهو، لو تفتكر اهو عمل مرتين من ان كذا لكذا، ان واحد بخمسة وان 2 ب 17، هنا بي اهو وان 1 ب 5 ل 17، يعني من الخطوة 5 للخطوة 17 خلاص، كررها برضو تاني هنا اهو، بعد ما يكرر دول كلهم يبدأ يعمل تاني ايه بقى، يقول تعالى روح بقى جي 0 0 عند اكس ب 0 واي ب 0 وزد ب 50 اللي هو هيطلع فوق خالص عندي، وبعد كده يقفل الام 30 خلاص، يبقى الخطوة اللي بعد كده هيحط ام 30 انه هيقفل يبقى كده واضح ان انا هذا المثال ده هوت اشتغلت اهوت، جبت عملت ده هوت وبعدين عملت تكرار مرتين نفس الشكل اهوت، لان انا حطيت له جي ب 2 اللي هو عدد مرات التكرار واديته الاحداثيات عندي، بعد كده نقلت المحور اهوت في المنطقة دي ورحت مشغل هنا اهو، وبعد كده نقلت المحور هنا بزاوية ميل وعملتها طلعت بالزاوية المايلة اللي قدامي دهيت، لأنه عمل لي أنا نقلت المحاور فكله بقى منسوب للمحاور دي، بعد ما نسبها للمحاور ديت طلع الشكل اللي قدامي ده، ده تمرين برضه على عملية التكرار وعملية نقل المحاور. طيب نشوف تاني، لو أنا بعكس عاوز أعمل عكس، يعني الشكل اللي قدامي دهوت لو أنت بصيت له كده هنا اهوت عكسته هنا وهنا عكسته هنا وهنا اهو عكسته هنا اهو، يعني معنى كده شايف ده جه في المربع في الربع ده اهوت، ده جه في الربع ده، ده جه في الربع ده، طبعا لما هنقل في الربع ده انا عندي جي 73 واحط له حاجه بقى اقول له اكس بناقص واحد، ليه؟ لان انا غيرت اقول له الربع بتاعي بقت اكس هنا بالناقص، لو هنقل هنا بقت اكس بالناقص واي بالسالب، يعني الاثنين عندي بالسالب اهو، اكس بالسالب واي بالسالب، لو انا هنقل هنا اكس موجب خلاص مفيش مشكله عندي، لكن هيبقى الواي بالسالب عندي، يبقى لازم بقى اقول دايما لو انا بعكس واشوف الاشاره شكلها ايه يبقى لازم ابقى عارف. تعال نشوف التمرين ده، التمرين ده اهوت نفسه اهوت هو هيعمل ايه، خلاص زي ما اتفقنا برضه بنفس العمليه، هو هيحط كل البيانات بتاعتي ويبدا يعمل تشغيل لهنا، خلاص هو كده حط البرنامج بالنسبة لتشغيل الجزء ده، لكن أنا عاوز أنقله هنا، عاوز أنقله هنا، عاوز أنقله هنا، لو أنا هنقله هنا يبقى لازم أهو تعالى بص أهو جي 73 وإكس بناقص واحد، خلاص بديها ده أهو، بعد كده أقول له إيه دالة التكرار بقى 14، هيكرر كم مرة؟ واحدة، خلاص من 5 ل 17 أهو، من 5 ل 17، كرر من 5 ل 17 خلاص اهو جي 14 من 5 ل 17 اهي، انا اديته الاول ناقص يعني معنى كده انه هيجيبه في الربع ده، طيب انا عاوز اجيبه هنا، عشان اجيبه هنا او اجيبه هنا، لو انا جيت هنا هتبقى واي بالسالب واكس ايه بالموجب، لو انا جبته هنا هتبقى واي بالسالب
واكس بالسالب، يبقى هجيبه هنا اهو جي 73 اكس اهو ناقص 1 واي ناقص 1 جي من 5 ل 17، يبقى يعني كده ان انا جبته هنا في الربع ده نفس البيانات من 5 ل 17. بعد كده عاوز اجيبه في الربع ده اهو او في الجزء ده يعني بالاحداثيات بتاعت، لان دي الاحداثيات من هنا لهنا ابدا انقل الكلام ده اهوت، يبقى اقول له اهو جي هنا بقى تبقى كام بقى؟ زائد 1 اكس اهي اكس بزائد 1 واي بناقص 1، واقول له كرر برضه جي 14 اللي هي عمليه التكرار من 5 ل 17. يبقى انا كده عملت الثلاثه دول، يبقى انا كده دلوقتي ارجع تاني بقى 0 0 زد 50، المهم اقفل بقى بال 72 لان انا 73 الغي بقى ب 72 خلاص هلغي ب 72، وبعد كده اروح لنقطه الزيرو بتاعتي، وبعد كده اقول ان الام 0 او ام 30 ان انا بغير بقفل البرنامج بتاعي. طيب لو انا عاوز اكبر واصغر، يعني عمليه التكبير والتصغير، عمليه التكبير والتصغير عندي اللي هي يمكن ان انا اعدل في البرنامج وابدا اقول الايه، يعني انا ممكن عاوز اكبر مره، اكبر نص، اكبر ثلاثه، طيب او اكبر اربع مرات، اكبر خمس مرات، يبقى عندي ايه اهو جي 73 ده عباره عن ايه؟ انه بينقل هنا تكرار هنا، يعني بياخدها بالنقل هنا ويقول له ايه؟ ايه بكذا؟ ايه اذا كنت هصغر للنص او اذا كنت هنقلها اهو، يعني ادي النقطه الاصل اهو، او اذا كنت اهو هي دي الاساس بتاعي ان انا باخد هنا بعد كده هنقلها هنا هصغر للنص، هنقلها هنا هكبر لمره ونص، يعني معنى كده ان انا عندي تكبير وتصغير. يبقى الايه ده هيت او الايه 4 دي اللي بتتحط عندي، هحط النسبه بتاعتي يا اما نص يبقى خلاص بكبر بصغر للنص، اذا كنت بزود عن الواحد يعني واحد ونص يبقى انا بكبر عن الواحد، يعني معنى كده ان انا بقول كبره لي بمقدار واحد ونص خلاص. بلغي برضو التكبير والتصغير بالجي 72، يعني مثلا تعال نبص اهو نفس المثال اللي قدامي اهوت، نفسه اللي احنا شغالين عليه، ان انا هبدا هنا ادي الاحداثيات بتاعتي خلاص، الاحداثيات هشغل ده خلاص بقت عندي من الخطوه لحد جي 0 لحد من برضه من 5 ل 18، وابدا اقول له اهو عند جي 73 اكس ب 120 واي ب 20، فين اكس ب 120؟ ادي اكس ب 120 اهي، واي ب 20 اهي خلاص، وابدا اقول له اعمل تكرار اللي هو جي 73، جي 73 تكرار هيعمل اهي، خلي بالك في حق اهو اهو جي 73 يعني معنى كده انه هيعملها اهوت، مش هيبقى ايه يكبر يعني ينقل اهو بقت ايه بواحد ونص هيكبرها واحد ونص، واقول له جي 14 لان انا هكررها تاني من 5 ل 18، يعني اقول له انا عاوز دي هنا مره ونص وبنفس الخطوات اللي عملتها من 5 ل اهو جي 73 اهو ايه بواحد ونص، بعد كده اقول له جي 14 من ان 1 بتساوي 5 لان 2 بتساوي 18 اهو خلاص يبقى عملها هنا. طيب بعد كده خلاص ابدا اقول له تاني جي 72 يعني الغي طبعا اقفل الكلام ده، ويرجع تاني اقول له جي 93 هنقل هنا اهو اكس ب 30 اهي اكس ب 30 واي ب 5 واي بكام ب 70 اهي واي ب 70 اهي ادي الواي ب 70 عندي. طيب اقول له جي 73 واي 2 بنص اهي 2 بنص هيصغرها للنص، يعني اسف ايه 4 هيصغرها للنص اهي، يعني ديت هتتصغر للنص اهي، يعني ايه ب 4 بنص خلاص ايه 4 ونص، واقول له كرر برضه الخطوات من 5 ل 18 من 5 ل 18 اهوت ل 18. طيب بعد كده الغي ب 72، بعد ما لغيت ب 72 اقول له جي 93 بقى بنقل بقى المحاور تاني اهو برجعها تاني لفين؟ للزيرو، جي 93 اكس ب 0 واي ب 0، واقول له جي 0 0 وزد ب 50 يعني اطلع فوق ب 50 واقفل البرنامج بتاعي خلاص. يبقى احنا كده عرفنا كل الدوال او معظم الدوال يعني بالنسبه للمحاضره بتاع النهارده، عمليه التكرار، عمليه التكرار او بيسموها القفز، عمليه ان انا اغير المحاور، عمليه ان انا الميرور ان انا انقلها او اصغر او اكبر ان انا بنقل المحاور، يعني معظم الدوال اللي احنا اشتغلناها او عرفناها النهارده هنبدا ايه عرفناها
اهو عمليه ازاحه نقطه الصفر، عمليه العكس او التكرار، وعمليه التكبير والتصغير. وخدنا في المحاضره اللي قبل كده معظم الدوائل، الدوال المغلقه، اذا كنت بعمل تأب عميق او تأب عادي، وامتى بيبقى تأب عميق وامتى تأب عادي. اذا كنت بشتغل بعمل عمليه البوكت، اذا كنت بعمل المجرى، اذا كنت بعمل دايره او تقوب على دايره، او بعمل بوكت على دايره. يبقى كده عرفنا الكلام ده. ان شاء الله اذا كان في وقت تاني ممكن نشتغل مع الخراطه اللي عندي. يبقى كده المحاضره بتاع النهارده الحمد لله كده قدرنا نخلص عمليه التفريز مع المعلومات اللي كانت عندك طبعا من الترم الاولاني. ان انت المشمهندس عوض بقى هيحاول يحل معاكم مسائل ويشتغل